Algerian Meteorological Viewer من بين التطبيقات التي ابتكرها إطارات الديوان الوطني للأرصاد الجوية التي تساعد في اتخاذ القرارات والحصول على الإنذارات الجوية في وقتها المحدد اليوم يعني الديوان الوطني وصل ديفلوبي ديزابليكاسيون اللي كانت من قبل من الخارج وصلنا لانجاز عده يعني عده منصات رقميه لكي نساعد المتنبئ يعني بور بيان اكسبلواتي يعني اللي هذا هذو نظام الإنذار المبكر في الديوان الوطني للأرصاد الجوية يتمثل في خريطة اليقظة بمستوياتها المختلفة لكل عناصر المناخ والذي يندرج ضمن أنظمة الإنذارات الجوية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الديوان الوطني للأرصاد الجوية من خلال هذه الخريطة منخرط بشكل مباشر في الإنذار المبكر الذي تمتلكه المنظمه العالميه للارصاد الجويه والجزائر تعتبر من بين الستين دوله المنطويه تحت هذه المنظمه التي تمتلك هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه الخريطه وتشارك بصفه مباشره في هذا الانذار المبكر بفضل هذه الكفاءات رجعنا من فورميو الدول الافريقيه منها موريتانيا ومنها تشاد كويتي فورمي وهذا عبر المنظمه العالميه الارصاد الجويه وفي هناك بلدان اخرى تنتظر باش فورموهم حققت مصالح الارصاد الجويه قفزه نوعيه في اطار التكنولوجيا الحديثه والرقمنه تمكنها من الابتعاد عن التبعيه الخارجيه وتساهم ايضا في ترشيد النفقات كما تنصب ايضا في تحسين نوعيه خدمات الارصاد الجويه عامه والتنبؤات الجويه خاصه